بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة جديدة من جمهوره ده حماه، بندعم كل ما هو ومن هو أهلاوي. بنقدم الفيديو لأصدقائي بديلا عن البث المباشر لحين فك هذا الحظر. أتمنى منك يا صديقي لايك وشير، وبعد إذنك لو مش مشترك تسجل اشتراك. وبنطلب منك الدعاء لوالدتي الحبيبة بالشفاء ولكل مريض في كل مكان، ونخص الكابتن مؤمن زكريا والكابتن أشرف قاسم. وبندعو بالرحمة للأستاذ العمري فاروق ولجميع الأموات في كل مكان. بندعو لأشقائنا في فلسطين بالنصر، وزي كالعادة بقول لك في انتصارات رغم الجرائم الوحشية اللي بيتم ارتكابها ضد هذا الشعب البطل. يعني مثلا واشنطن بتعارض رسميا المخطط اللي عاوز يعمله النتن ياهو بأنه يضرب في رفح، وبيقول انه دون هيتسبب في كارثة، وان هم بيطلبوا من هذا الكيان المحتل المغتصب ان هو لازم يبقى فيه حل للدولتين، ولازم يبقى فيه دولة فلسطينية. طيب خلينا اقول لك كمان ان منتخب ايرلندا النسائي للسلة بيرفض مصافحة لاعبات الكيان المحتل المغتصب قبل المباراة التي تجمعهما في تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة يورو باسكت 2025. والمنتخب الأيرلندي بعت للاتحاد بتاع هذا الكيان إن هو مش هيقف قدامهم، ولا اللاعبات بتوعه هيصافحوا لاعباتهم، وعمل رسمي ده، وده عكس التقاليد المتبعة في مثل هذه المباريات. وواشنطن بوست نفسها قالت إن دون رد على المذابح اللي بيقوم بيها هذا الكيان ضد شعب الأبطال الفدائيين. حبيت أبدأ كده، لكن أنا عايز أتكلم في الحلقة وأرد على كابتن أحمد حسام ميدو اللي هو وأمثاله ما عندهمش حب لمصر، هم عندهم الصحوبية قبل أي حاجة والتفرقة، حتى لو كان الأمر بيخص مصر وبيخص منتخب مصر. يعني البي ميدو اللي هو العالمي على ما تفرج دون طالع يدافع عن حازم امام، وبيقول ان اللي بينتقدوا حازم امام دول لجان الكترونية اهلوية ولجان اخوان وبعض اللاعبين القدامى اللي بيغيروا من حازم امام. اولا ميدو مش مقتنع بالكلام اللي بيقوله دون بعظمة لسانه، هو مش مقتنع بالكلام اللي بيقوله دون بعظمة لسانه. ليه؟ لأنه هو قال ان انا بنتقد حازم بس بينه وبينه. طب كويس، معنى انك تقول كده بعظمة لسانك معناه انك عارف ان هو عنده اخطاء، تمام كده. لكن يطلع على الهوى يخترع اشاعات ويشوه في سمعة الناس ويتهمهم بالمؤامرة وان هم اخوان وكل الهري والجن الالكترونية اهلوية ونقلبها اهل وزمالك. وبقول لصديقي الزملكاوي اوعى تقع في الفخ ده، اوعى تقع في الفخ ده، لان مصر فوق الجميع، ومنتخب مصر فوق كل الاندية، ومنتخب مصر فوق كل الاندية. لكن هم عاوزين يحيدوا جماهير الزمالك بان هم يقلبوها اهل وزمالك. لكن جماهير الزمالك المحترمة الواعية اللي عندها منتخب مصر فوق الكل عارفة ان كل دون كلام فارغ. فميدو يطلع يقولك اصل اللي بينتقدوا حازم امام دول لجان الكترونية اهلوية ولجان اخوان او لاعبين منافسين من ناحية حازم امام. طب ما انت بتقول ان انت بتنتقده. طب يا كابتن ميدو، مش انت اللي اشدت بحازم امام انت وامثالك ساعة توقيع العقد، وبرضو قلبتها اهل وزمالك وقلتوا ان حازم امام نجح في اللي فشل فيه الاهلي عشان الاهلي كان عاوز يتعاقد مع فيتوريا، وطلعتوا اديتوا الكريدت كله والشو كله لحازم امام، يعني النجاح يتنسب لحازم امام لوحده. لكن ساعة الفشل تتعلقها في رقبة الاتحاد كله، هما طبعا فشل كلهم، احنا ما بنعفهمش من الفشل، لكن في الموضوع ده تحديدا حازم امام يشيل الليلة باعتراف حازم امام نفسه، لان حازم امام نفسه هو اللي رفض وجود مدرب وطني، وهو اللي رفض حتى ان اتحاد الكرة كله يبقى له رأي في اختيار المدير الفني الاجنبي. حازم امام هو اللي رفض ان اختيار المدير الفني الاجنبي يبقى خاضع للتصويت، وقال لا، موضوع التصويت مرفوض لان ده موضوع فني.
وهو اللي طلب تفويضه او المجلس فوضه في ان هو اللي يختار المدرب الاجنبي يتفق معاه ويعمل العقود، وهو طلع خد الشو كله وخد الكريدت كله منك ومن غيرك، منك ومن غيرك في الإشادة والاستحسان من الكل. طب اشمعنى ساعة توقيع العقد ينسب الفضل كله لحازم إمام والباقيين ما لهمش أي 30 لازمة، وساعة يميدو لما يفشل، وساعة لما يفشل يبقى الكل يشيل وهو لا؟ واشمعنى أنت بتنتقده وبتقول إنك بتنتقده بينك وبينه، وبتسوق سمعة المنتقدين على الهوى وتتهمهم بما ليس فيهم؟ بس هي دي عادة الزملكاوية يا جدعان، عادة الزملكاوية اللي منتشرين في الإعلام. سيبك من جماهير الزمالك، دي قصة تانية. في ناس من جماهير الزمالك بتصدق الكلام ده للأسف، لكن في جماهير زمالك واعية ما بتمشيش ورا الكلام الفارغ والهري ده، لأن ده هري أصلا بيقوله أحمد حسام ميدو، ده مجرد هري بيقوله أحمد حسام ميدو. هكتفي باللايف دون ولا خليني اكمل لك بقى بقية الاخبار؟ كمان طالع هوجة في الاعلام ان هما بيطالبوا الكابتن حسام حسن ان هو يعتذر لمحمد صلاح، مش عارف بأمارة ايه، مش عارف بأمارة ايه. وبقول اهو لو حازم امام عمل الكلام ده، قصدي لو حسام حسن الكابتن حسام حسن عمل الكلام ده، هيبقى بيهدم تاريخه، وكمان بيدق اول مسمار في نعش فشله، في نعش فشله، لانه هيضرب باختصار اوضه اللبس. لان منتخب مصر مش واحد، مش محمد صلاح، ما اسموش منتخب محمد صلاح، ده اسمه منتخب مصر. وبعدين بيقولوا ايه؟ طب يعمل حجه ان هو يسافر يلف على الدول الاوروبيه اللي فيها محترفين، قال يعني هو بيتابعهم، وكان متابعه اللاعبين المحترفين محتاجه سفر المدير الفني، وكان اصلا هو تم تعيينه عشان يوفره في العمله الصعبه فنصرفها في سفريات وفي رحلات. ده هيبقى خطا قاتل، نرجو ان الكابتن حسام حسن ما يقعش فيه، خصوصا مع احترامنا الكامل لصلاح ومشرف اسم مصر واسم اللاعبين المصريين بانجازاته في الدوري الانجليزي، لكن ملوش غير انجاز واحد مع منتخب مصر، وهو مشاركه اللاعبين في الوصول لكاس العالم. وهو مش ما كانش اعلى اداء من بقيه اللعيبه، بالعكس كان في لعيبه تانية ادائهم افضل من اداء محمد صلاح، ادائهم افضل من اداء محمد صلاح. فالكلام ده كلام فارغ، محمد صلاح زيرو بطولات مع منتخب مصر، زيرو بطولات مع منتخب مصر. يا كابتن حسام شخصيتك القويه هي سر ظهورك كمدرب بصوره كويسه، نتمنى انها تبقى افضل مع المنتخب، لان برضو بصماتك يعني مش عالية قوي وانجازاتك مش عالية قوي كمدرب. طبعا نتمنى لك التوفيق خلاص، لكن اوعى تقع في الفخ ده، هتضرب اوضه اللبس وهتكسر هبتك، ولو هبتك وقعت ابقى قابلني لو عملت، لو عرفت تعمل اي حاجة. كمان عايز اقول لكم يا جماعه ان امام عاشور بيرتدي واقي راسي في التدريبات، وقوانين الاتحاد الدولي بتقول ان اللاعب اللي بيرتدي واقي للراس لازم الواقي ده يكون لونه يا اما اسود يا اما لون تيشيرت النادي، ولازم يكون لائق. طبعا هو مش هيستمر في المرحله دي كتير. خليني اقول لك كمان ان في تجربه الكارت الازرق، هيبقى كارت جديد في ملاعب كرة القدم، بس هيجربوه في بعض البطولات. الإيفاب اللي هو مجلس اتحاد كرة القدم اتخذوا قرار بان يبقى فيه كارت ازرق في المباراة غير الكارت الاصفر والكارت الاحمر، وده يستخدم في بعض الحالات زي الاعتراضات الشديدة على الحكم، والكارت ده معناه ان اللاعب ينطرد 10 دقائق من المباراة وينزل تاني. يعني اللاعب اللي ياخد كارت ازرق هيطلع من المباراة 10 دقائق لمدة 10 دقايق ويرجع المباراة، لكن لو خد كارتين أزرق دول بمثابة كارت أحمر وينطرد، وبرده كارت أزرق مع كارت أصفر يساوي كارت أحمر. التجربة دي الإيفاب خد قرار بيها وهيبتدوا يجربوها في بعض البطولات التابعة للاتحاد الإنجليزي زي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي سواء للرجال أو للسيدات. بقول معلش الاخبار بسرعه علشان الفيديو ما ياخدش وقت كتير في التحميل عشان نبقى مواكبين للاخبار. اتمنى منك لايك وشير، ولو مش مشترك تسجل اشتراك. نتقابل على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.